أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة قافلة طبية وتوعوية بمحافظة السويس. يأتي ذلك لتقديم الخدمات الاجتماعية والطبية للمواطنين الأكثر احتياجا، حيث تضم القافلة 5 تخصصات فضلا عن وجود أدوية يتم توزيعها على المرضى بالمجان. احنا عندنا برنامج في قطاع خدمة المجتمع، وهو تقديم الخدمات المجتمعية والقوافل الطبية لمحافظة السويس. ده جزء من النشاط بتاعنا، النشاط المجتمعي داخل الجامعة. فعشان ننفذ هذا الهدف احنا بنتعاون مع جميع المؤسسات في الدولة، من ضمنها طبعا على رأسها مؤسسة حياة كريمة، لأنها هي المسؤولة عن تحديد القرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات للقرى دي. فإحنا دايما طول السنة بنعمل قوافل بصفة مستمرة، وزي ما حضراتكم شايفين الإقبال كبير من المواطنين هنا. النهاردة الحمد لله قمنا بالكشف تقريبا عن أكثر من 20 حالة مريض قلب، اللي بقدر اديله الخدمه كامله والعلاج بتاعه من هنا بقدر. اللي بيبقى محتاج فحوصات او حاجات متقدمه شويه انا بحطه على اول الطريق وبوجهه للمكان اللي يقدر ياخد فيه الخدمه. النهارده في اطار تعاون دائم مع جامعه السويس بيقدموا قوافل طبيه وخدمات طبيه في المناطق الاكثر احتياجا والحالات الاكثر احتياجا. برضو النهارده موجودين بمنطقه جنيفا بمحافظه السويس، عندنا قافلة طبية مكونة من 8 تخصصات. المميز هنا أول حاجة هو الكشف طبعا بالمجان، أدوية متوفرة الحمد لله رب العالمين ومتوفرة برضو بالمجان. الجميل في الموضوع اللي احنا فيه عندنا استدامة للقوافل الطبية، فالحالة اللي بتيجي تكشف وبعد كده بتحتاج متابعة، الكشف مبقاش مرة واحدة. يعني احنا كنا من أسبوعين كان في قافلة وقبلها بأسبوعين كان في قافلة، فالحالة اللي بتيجي بتطمن على نفسها وبتتابع مع الدكتور متخصص ليها. احنا عندنا هنا في محافظة السويس قطاع حي الجناين، هو يعتبر فيه يعني الارياف والاكثر والقرى الاكثر احتياجا، يعني عشان كده بنركز كل قوافلنا الطبيه تبقى في حي الجناين. دايما بنبقى على شراكه مع جامعه قناه السويس وجامعه السويس، بيوفروا لنا جميع التخصصات والاستشاريين والعلاج طبعا كله مجانا. غير ان الحاجه المميزه عندنا ان احنا بعد الحاله ما بتكشف لو احتاجت اي تحويلات او الكلام ده، جامعه قناه السويس بتاخدها على تحويل في جامعه اسماعيليه، وجامعة السويس بنحول الحالات نهوت على محافظة السويس على المجمع الطبي. أنا من القليبية وجيت نقلت هنا، فماليش تأمين شامل، فلازم إن أي قافلة هتيجي فلازم أجي أنا وأولادي ليها. يعني بيجيبوا دكاترة محترمين ودكاترة كبار ودكاترة معروفة، ما بتبقاش على قد دكتور من صغير أو كده، لا دكاترة معروفة. وفي ناس كتير بتستفاد، لأن في ناس معهاش إن هي تروح لدكتور بره، معلش يعني، فبيستنى الدكتور يجي يكشف عليه ويديله العلاج. بتجمع كل التخصصات، وإن هي بتوفر على الناس إن هم بدل ما يروحوا السويس بتيجي لحد عندهم هنا في القرية. بيخدموا الناس، وفي علاج ما بيبقوش موجود فهم بيوفروا لينا، وناس بتتبسط بيهم اصلا. يعني في ناس ما بتبقاش مدرتها ان هي تكشف بره، فالقافله دي بتساعدها ان هي تكشف. مش اول مره هي عملت معانا كده قافله هنا في المنطقه، ويعني بتقدم لنا خدمات كويسه بالنسبه للعلاج وبالنسبه للخدمات اللي بتقدمها في المكان. اطباء كويسين، وغير كده بيدوا علاج للي هو كل التخصصات، اللي بيبقى علاج متوفر وحلو وافضل. يعني في بعض ادويه ما بنلاقيهاش بره بنلاقيها موجوده هنا جايبينها هم معانا.